سبريدج ويروح يكسر أول بيضة في تاريخه المهني. بعد ما النوم كسر البيضة قرر أنه مش هيرحم أي حد وخلص وحيخلص على الدارك جرين، والنوب بيشتري دروع دايموند. بعدها النوب بيقرر أنه يهجم على اللاعب الأورنج ويرجع ست أربع بلوكات ويعمل فاست بريك بتاعه ويستنى. ووصل النوب وياخد يضرب اللاعب الأورنج، ياخد عليه كومبو ويوجعه، بعدها يكسر البيضة ويستنى لغاية لما يرزبن اللي هي 5 ثواني. يعني أول ما اللاعب الأورنج رزبن، الغبي اللاعب الأورنج ضرب النوب والنوب بيموت ويكسر. المرة دي النوب يشتري سيف نازل رايت، ولكن في الحقيقة مش في الحلم، والنوب يشتري بكاكس دايموند. أنا دلوقتي هخليكم تستمتع بالفايت من غير معلق.